قلبك بالإيمان إلا إذا عمره الله به، فأنت بحاجة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى صادقا مع الله أن يجدد الإيمان في قلبك، كما أوصاك نبيك عليه الصلاة والسلام: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. أنت بحاجة إلى صدق مع الله سبحانه وتعالى في التجائك إليه سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبك. ثم مع هذا الدعاء تجاهد نفسك بما دعوت الله به. والقاعدة عند العلماء في باب الدعاء: إذا دعوت الله بمطلوب من مصالح دينك أو دنياك فأتبع الدعاء ببذل السبب، كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. ليس يدعو ويبقى جالسا، بل يدعو ويبقى مجاهدا لنفسه بما دعا الله سبحانه وتعالى به، فيأتيه العون ويأتيه التسديد ويأتيه التيسير والتوفيق من الله سبحانه وتعالى.